الفلاحة مهنة قديمة في مدينة الوجه شمال غرب السعودية، والملاح هو الشخص اللي يستخرج الملح من الصباخ اللي تشتهر فيها طبعا مدينة الوجه اللي موجودة بالقرب من سواحل البحر الأحمر. خلونا نتعرف عليها وعلى مهنة الملاحة في تقرير لزميلنا الشمالي المبدع منصور المسام. أربعة عقود وهذا الرجل يعمل في مهنة تصنيع الملح الطبيعي بمدينة الوجه. العم يوسف بشري آخر من بقي من ملاحة الوجه المحافظين على مهنة استخراج الملح الطبيعي بالطريقة التقليدية. الملح طبعا هذا هو المجيت مع الوالد الله يرحمه، كان أجي أساعده وأنا صغير قبل ممكن أكثر من 45 سنة. وكذي نجي هنا نقطع الملح، نختارنا مكان يكون كويس ما فيه طين ولا شيء، ونقطع الملح نصفيه، بعدها نسحبه على جنب تخليه يتصفى يوم أو يومين لين ما ينشف، نبغى نعبيه في أكياس وننزل البلد ولا نشتروه من عندنا من هنا. ومصدر رزق المكان. حقول الملح هذه رسمت على وجه هذا الرجل ملامح الحياة القاسية، لكنه ما زال يتشبث بهذه المهنة التي ورثها عن أسلافه. الملاحة هذه طبعاً أنا عملت فيها مع والدي، أساعده كان أول وأنا صغير، وأجي أشتغل معه من قبل ممكن أكثر من 45 سنة. مملحة قديمة جداً، كانت هي ثروة تعتبر، كان يستخرجون منها الملح وما زال يستخرجون منها الملح، لكن قديماً كانوا يأخذونها يودونها إلى المناخة، ويذهب الملح من المناخة من ميناء الوجه إلى مصر والسودان واستبداله بالمواد الغذائية والقدوم بها إلى الوجه. التجار كانوا يعتمدون على الملح، يستخدم الملح في تجفيف اللحى. خياش الملح أو تجارة الذهب الأبيض قديماً كانت من أهم البضائع التي كان يقايض فيها الملاحة العديد من السلع والأطعمة من بلاد الشام ومصر. MBC مصر المزهم الوجه.